اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كيف كانت مباراه طلائع الجيش مثاليه من وجهه نظرك من خلال ارقام الداخليه، مباراه الداخليه؟ احنا في طلائع الجيش انهينا المباراه بدري، ثلاث اهداف وقت مبكر، ثم استحواذ على الكره معظم المباراه، الكره هي اللي بتجري مش اللعيبه. فاحنا في 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 المباراه دي قدمنا اداء مثالي جدا، عملنا روتيشن كويس جدا، قدرنا لما حققنا نتيجه كويسه بدري وانهينا المباراه بدري قدرت تنزل لعيبه ما كانتش بتاخد فرص وما بتاخدش عدد دقائق كفايه تديها دقائق كفايه عشان هتساعدك بعد كده في الماتشات الجايه. شفنا خالد عبد الفتاح لتاني ماتش على التوالي بيقدم اداء كويس، طاهر الماتش اللي قبله كان بيتعرض لانتقادات كبيره نزل أدى أداء كويس جدا، سجل وصنع وحتى مع ضربة الجزاء المهدرة، لكن الحقيقة قدم مباراة كبيرة. السولية لأول مرة من وقت طويل ياخد عدد دقائق كبير في المباراة، بيقدم أداء حلو جدا، مش ملتزم دفاعيا قوي، واضح ان هي كانت تعليمات ان هو يلعب اقرب لرقم 10، فكان شكله حلو جدا في الملعب، جربت اكتر من حاجه، فكان المباراه مثاليه في كل شيء، مثاليه في النتيجه، مثاليه في توقيت الاهداف، مثاليه في الروتيشن ان انت اديت لعيبه كتير عدد دقائق كويس، فكل حاجه في الماتش ده كانت نموذجيه الحقيقه. نتمنى ان احنا قدام الداخليه كمان يكون الاداء والاستفادة بنفس الشكل ده، نقدر ننهي المباراة بدري فنقدر نحقق مكتسبات منها على مدار باقي الوقت المتبقي من المباراة، وما تكونش مباراة صعبة زي مباراة الداخلية اللي فاتت ويكون الفوز بيجي في وقت متأخر. احنا بقى معانا كمان الأرقام بتاعت النادي الأهلي خلال الدوري لحد دلوقتي، لأن فيها أرقام مهمة الحقيقة احنا محتاجين نتكلم عنها. فاحنا جايبين إحصائية تخص ال 20 مباراة اللي اتلعبوا، طبعا هو الأهلي لعب نظريا 21 مباراة لكن فعليا 20، وفي مباراة اللي هي كانت مباراة نادي الزمالك اللي انتهت بالانسحاب واتحسبت نتيجتها 2-0. أنا ضحكت عليك وحطيت لك الجونين. شكرا. طبعا انا كنت محضرها فعلا على ال 20 مباراه الفعليين اللي اتلعبوا يعني، بس ايه جلبرتو حط التاتش بتاعه يعني. ما هو لقينا الاكسبكتد جولز مش هتاثر، ما كانش في ماتش الزمالك اكسبكتد جولز، فبقيت الارقام ماشيه، بس نحط برده ال 21. احنا لعبنا 21 مباراه منهم 20 فعليه، كسبنا 16 منهم 15 فوز فعلي، وحققنا تعادل ثلاث مرات وتعرضنا لهزيمتين، سجلنا 48 هدف من 58 فرصة متوقعة. الرقم ده أحسن بكتير من الرقم بتاع السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كان عندنا مشكلة كبيرة في إنهاء الفرص. والله كان عندنا كنت المرة الجاية مثلا ممكن تجيب الفارق في نفس عدد المباريات مثلا، عشان برضه يعني الناس تبقى أو جمهور النادي الأهلي يبقى شايف. عدد الأهداف المتوقعة السنة اللي فاتت كان في جاب كبيرة جدا بينه وبين اللي سجل فعليا. ففي هنا تطور كبير عن الموسم اللي فات. وعلى فكره اعتقد ده تاكيد لكلام حضرتك قلته امبارح يا كابتن اسلام، ان في ناس بتتكلم ان ما فيش هداف مثلا الدوري من النادي الاهلي، بيتكلموا عن مشكله الاهلي الهجوميه، في حين ان النادي الاهلي هو مع نادي بيراميدز ما اقوى هجوم في الدوري يعني. اهداف من ركلات جزاء اتحسب لنا 6 ركلات، سجلنا منهم 5 واهدرنا 1. المحاولات الصحيحه على المرمى كانت او المحاولات على المرمى كانت 296 محاوله، منهم 103 صحيحه بنسبه 35%، تقريبا شبه السنه اللي فاتت. الاستحواذ استقبلنا 19 هدف، كنا المفروض نستقبل 31، مش عارف الرقم ده كبير في 20 مباراه، نستقبل تقريبا هدف كل مباراه ويبقى ممكن يدخل فيك اكتر من هدف. انا بشوف ان دفاع الاهلي في حاجه الى تركيز شويه اكتر، خصوصا ان الاداء كان بيختلف في افريقيا. يعني في افريقيا عملنا اداء دفاعي عظيم جدا، خرجنا بشباك نظيفه وكان حاله مدهشه يعني، انما ما كناش بنشوف ده في الدوري. فاذا كان ده كان مقبول وقت بطوله افريقيا ما هي شغاله، انما الحقيقه انه دلوقتي ما بقاش منطقي ولا مقبول ان انت كل مباراه تستقبل هدف فيها. اتحسب علينا برضو 6 ركلات جزاء، سجل فينا 5 وتصدى محمد الشناوي في المباراة اللي فاتت لركلة جزاء يعني. الملخص ان في تطور، مش مفيش، في تطور بيحصل على السنة اللي فاتت. حتى محاولاتنا على المرمى احنا حافظنا على نفس المعدل تقريبا، ان احنا بنخلق حوالي 14 او 15 فرصة في كل مباراة، فالاهلي ماشي بنسق كويس. في ناس كتير انا بشوف انها بتتكلم الاداء السنه دي تراجع عن السنه اللي فاتت، والسنه اللي فاتت كان الفرقه شكلها افضل واقوى وفوزنا بكل حاجه. شايف ان احنا ماشيين في نفس التراك،
دعمنا بشكل كويس، بقى عندنا مهاجم مثلا قوي، واحنا كنا بنشتكي في المواسم اللي فاتت ان احنا ما عندناش مهاجم قادر يشيل النادي الاهلي، بقى عندنا مهاجم كويس جدا. ده ظهر في ارقامه هو الشخصيه وسام ابو علي، وظهر في نسبه الاهداف زي ما عرضنا نسبه الاهداف اللي سجلناها قياسا بالاهداف المتوقعه، نسبه عاليه جدا. السنه اللي فاتت كنا مسجلين حوالي اقل من 40% من الاهداف المتوقعه اللي كان المفروض نسجلها. السنه دي احنا مسجلين الفرق ما بين الرقم ده والرقم ده 10 كرات، ففي تطور ممتاز جدا. اتمنى ان احنا مزيد من التطور لحد نهايه الموسم، ونختم باننا نفوز ان شاء الله بالدوري، البطوله المحببه الى النفس والى القلب يعني. السنه الجايه مع التطور الجديد اللي احنا بننشده في الفريق يكون الاداء كمان افضل، مع تدعيمات جديده، مع ان لعيبه بترجع تستعيد مستواها، في لعيبه في الفتره اللي فاتت شويه ريحت، لكن بدءا من المباراه اللي فاتت الحقيقه كان في اكتر من لاعب، واللي قبلها بداوا يستعيدوا تاني شويه نفسهم في الملعب زي ما بنقول. فنتمنى ان اللعيبه كلها تستعيد الثقه، تستعيد الاداء القوي اللي هم قدموه في بدايه الموسم والموسم اللي فات، ومع ان شاء الله تدعيمات اكيد هتكون مميزه، نشوف كمان موسم جديد اقوى ونسخه ثالثه اقوى من النادي الاهلي مع مارسيل كولر. طيب مباراة الداخلية كيف تراها؟ يعني هل سيكون هناك تغيرا كبيرا في هذه المباراة؟ هل من الممكن أن نرى النادي الأهلي بنفس شكله الطبيعي؟ يعني طبعا في حاجات إجبارية بالنسبة للنادي الأهلي زي أكرم توفيق أو طار محمد طار، أعتقد الإيقاف هيبقى للتراكم البطاقات يعني. برضو طبعا النادي الأهلي في الفترة الأخيرة في تقليد إن ما فيش إعلان للقائمة، الجاهزين كلهم بيبقوا موجودين يعني، بس من خلال ما يتم تداوله إن مثلا كريستو موجود، فدي حاجة كويسة يعني كاستعادة إن هو يبقى موجود. ورقة رابحة ممكن يبقى عايز برضو زي ما صبري يقول كده يستغل والله إن الفترة دي في ناس بتحاول مستواه يرجع تاني، فهو يستغل حاجة زي كده. كمان تعافي عمر كمال عبد الواحد إن هو ممكن يبقى موجود برضو في القائمة، ده برضو إضافة كويسة. فلا يعني وارد طبعا شكل الأهلي ممكن يتغير، لأن أكرم في الفترة الأخيرة من الأعمدة الرئيسية وبالظبط كده واخد مكانه في مركز ستة، ولكن طبعا ديانج شفناه ابتدى برضو يرجع، كولر واحدة واحدة بيديله دقايق أكتر في المباريات اللي بتسمح، لأنه برضو كان غايب بسبب إصابة طويلة وعملية يعني. لكن أعتقد على المستوى الدفاعي ممكن يبقى تغيير واحد مثلا عشان خاطر الراحة على مستوى برضو خط الوسط، طالما اكرم مش موجود هيبقى فيه. انا اعتقد ان اكرم لو ما كانش خد الانذارات كان هيريحه في ماتش صغير. هيبقى في ديانج صح بالظبط كده، حسين الشحات موجود، هو عبد القادر بيبقى فيه زي روتيشن كده برضو، كولر بيعمله بشكل معين، رضا سليم لو جاهز برضو ممكن ياخد عشان ان طاهر مش موجود. فالنهارده النادي الاهلي الحمد لله عنده حلول، عنده وفره، المدرب بيقدر ان هو يعمل الروتيشن على قد ما يقدر بشكل جيد، ولكن هي تبقى ان اللعيبه نفسها هو القرار، زي ما كنا بنقول دايما مع حضرتك كابتن اسلام، انت القرار. لو قدرت زي ماتش طلائع الجيش كده تاخد القرار سريع، تخلص اول فرصه في تاني فرصه، انت بتقتل الماتش معنويا للفرقه اللي قدامك، تخليها تفتح. فرقه زي الداخليه النهارده لو قدرت تسجل فيها هدف في التاني بشكل مبكر، طبيعي جدا هي معنوياتهم هتقل، لان هو فريق برضو بيصارع زي ما بنقول كده عشان البقاء. لكن لما يلاقي نفسه متاخر قدام النادي الاهلي بهدفين الامر بيبقى صعب، عكس المباراه مثلا لو ممكن نستعرض احصائياتها اللي هي اخر مباراه اللي هي كانت قريبه، هم حتى رغم ان هم كانوا بعيد لكن قدر ان هو ياخد ركله جزاء سجل منها هدف، وفضل يحاول يعني. دي احصائيات مباراه الاهلي والداخليه، بص هتلاقي الفرق يعني، هم عملوا محاوله واحده صحيحه على المرمى من 5، النادي الاهلي وقتها عمل 3 فقط. الاهداف المتوقعه يعني النادي الاهلي كان الفرص بتاعته بالاهداف المتوقعه تقريبا قرب 3، سجلنا هدفين، هم كان هي واحد جابوا يعني هي ركله الجزاء اللي سجلت. نسبه التمريرات كان الاهلي تقريبا عامل ضعف التمريرات يعني استحواذ كامل. العرضيات برضو الامر في فرق كبير، 9 عرضيات صحيحه النادي الاهلي هنا 4. صناعه الفرص كابتن اسلام النادي الاهلي صنع 14 فرصة محققة في المباراة الداخلية مقابل 3 للداخلية. فالنهارده هو ده الجاب اللي احنا بنتكلم عليه، ان الجاب كبير يسمح للاعيبة النادي الاهلي بخبراتهم ان هم يقتلوا المباراة مبكرا. صحيح، ولكن ارقام الداخلية هنا احسن من ارقامه قدام زد وقدام طبعا، لانه انت هنا بتلعب النادي الاهلي او كل حاجة، ولكن انت عندك هتلاقي مساحات اكتر، انت ما خلصتش الجيم بدري كمان،
فديته فرصه ان هو يدخل لغايه الدقيقه انا فاكر حاجه عدى حاجه 86 حاجه فديته فرصه ان هو يروح ويعمل 9 عرضيات رغم ان هو في المباريات الاخرى ممكن تلاقي عرضيه او عرضيتين في كل مباراه فهو انت ما تديلوش بقى الفرصه دي بكره انت اصلا مش في حاجه ومحتاج ان انت توفر طاقتك وتوفر مجهودك فما تحاول تخلص المباراه بدري عشان المباراه ما تطولش عليك لان كل ما تطول هم هيدخلوا في الجيم وانت هتتعب هو الاتفاق على انه هذا التوقيت يحتاج ان انت تخلص المباريات صحيح وتلعب اللعب التجاري اللي انت قلت عليه بالزبط. في الشوط الثاني عموما